التقرير الأخير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO كشف عن ارتفاع أسعار الغذاء خاصة المواد الأولية التي تدخل في مجال الصناعات الغذائية والتحويلية. ارتفاع ليس وليد شهر جويلية بل يمتد لعدة سنوات خاصة عقب انتشار وباء كورونا، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على الصناعات الغذائية. اتجهنا لمؤسسة إيجال وهي مؤسسة مصغرة كل عمالها شباب نشأت حديثا وقاومت عدة ظروف مثل كورونا. اليوم الشركة تبتكر حلولا جديدة لمواجهة نقص المواد الأولية أو غلائها. البسكويت المحشي بالمارشميلو اللي كان مقبل كان مستورد من دول خارجية، ويعني بدينا احنا ان شاء الله مغامرة تاعنا في 2017 بدينا بالنوع هذا تاع البسكويت اول مرة دخل الجزائر، وطورنا في المنتوج تاعنا، ويعني عملنا منتوجات واحد اخرين جدد، لكن يعني فجزنا بمرحلة يعني شوية صعبة مع الجائحة تاع كورونا اللي صرت فيها يعني ندرة كثيرة في المواد الأولية، ويعني ارتفاع في الأسعار المواد الأولية اللي أثر علينا يعني بطريقة كبيرة. الدقيق، السكر، الزيوت مواد أولية أساسية ضرورية في صناعة البسكويت، قد تنقص إحداها أو لا تتوفر بالسعر المناسب. الحل عند الشركات هو إما تغيير الوصفة من جهة أو التركيز على منتج معين لغاية توفر المادة الأولية لباقي المنتجات. احنا يا المادة الأولية الأولى هي الفارينة، نصحفوها بزاف فارينة ما والو بريمير انغريديون تاع لابيس البسكوي مع السكر و لا ماتيار غراس. كاين بعض الحالات وين ما نلقاش المادة الأولية اللازمة باش نخدموا البرنامج كما يلزم، هذا يفرض علينا نخدموا حاجة واحدة أخرى ونخليوها في الستوك حتى تجينا لا ماتيار بريمير باش نروحوا للسلعة اللي نسحقوها. هذا مشكل يعود كثير، يعني كل مرة يعود المشكل هذايا. احنا عندنا يعني الانقام يعني متنوعة، لما يكون مادة أولية يعني ناقصة نوقفوا المنتوج هذاك، نحاولوا نصنعوا منتوج واحد آخر اللي فيه المواد الأولية متوفرين، يعني هكذا على حسب السوق وعلى حسب المواد الأولية المتوفرة في السوق. ضمان تواصل الإنتاج لتغطية حاجيات السوق من جهة، والحفاظ على سعر وجودة يلبيان رغبة المستهلك من جهة أخرى، رهان يواجه الصناعات الغذائية في الجزائر في ظل التذبذبات العالمية لأسواق المواد الأولية.